السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أم رمعجوج، قناتي وقناتكم. كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم على خير. واليوم جيت نشارك معكم واحد هما بسيبيسات صغار، أي ميني بسبوسة، كيجيو صغيرين ورائعين في المذاق، والشكل كيجي راقي وزوينين. تصاوبي من الوليدات كيجيو بزاف بنان. نتوما كتلاحظوا المقادير راه بسات بزاف. وقبل ما نبدا نوجه الشكر كاع البنات اللي انضموا للقناة. اي واحد انضم للقناة نوجه له الشكر بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم. اول حاجة غادي نبداو بها هي المقادير، اما الطريقة راه سهلة. وهاد البسبوسات بقاو حتى اخر الفيديو باش تكتشفوا واحد الكريم، كان عندي فيهم واحد الكريم حضرتها غير المهم اختراع ديالي انا. جربتها درتها في سلطة دي فخوي وعجبني المذاق ديالها، وجربتها في البسبوسات وجات رائعة وبدلت لهم المذاق وجو ولاد بزاف. وقلت نشاركها معكم باش تستافدوا حتى نتوما. المهم ما نطولش عليكم في الهضره، نبداو. كاين عندي هنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، كاس ديال الطحين خاص بالحلويات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، واحد ياغور طبيعي، نص كاس ديال اللوز. اللوز عادي كنشدو كتمسحيه مزيان وطحنيه تيولي على شكل غبره، وثلاثه البيضات وقشره ديال الليمون حكوك. عفوا نسيت الخميره، نجيبها هي ولا فاني. هاني رجعت لكم، جبت الخميره، خماره وحده وواحد لافاني. صافي دابا غادي نبداو التحضير. ممكن نخلطو هادشي كل حاجه بالتدريج، كنديروهم في ليمون صغيرين. هانتوما حضرتهم، هانتوما كتلاحظو دوك ثلاثة البيضات غنضيف عليهم كاس ديال السكر سنيدة، وقبيصة الملح هادي ضرورية، صافي غادي نخلط. نخلط مزيان ثاني حتى كتذوب، ونضيف الزيت ونضيف الياغورت والطحين اللوز وقشرة الحامض. ممكن نخلي السميدة هي الأخرى، كنضيفها شوية بشوية، أنا كاينش النوع ديال السميدة اللي كيتشرب دغيا. نضيف كاس وبقا نضيف الكاس لاخر شوي شوي حتى نحصل على القوام اللي بغيت، يعني نكملها على حسب السميده اللي كانت كتشرب تقريبا غادي ديري هي كاسونس، ما تكمليش جوج كيسان. هنا طاند في الزيت، نضيف الياغورت، نضيف لافاني نديرها. هي قشرة الليمون، بعد ما خلطنا دوك مقادير البنات دابا غنضيفو الطحين، غندوزوه لدار و غندوزوه من الغربال أو الصفايل. ندوزو اللوز حتى هو، ها انتما شتي اللوز كيدير كويرات باش ما يعذبنا في التخلاط. ندوزو في طاب في الصفايه ولا الغربال، صافي نديرو الخميره.
صافي ونخلطو، تتبقى لنا هي السميده هي الاخرى. انتما كتلاحظوا ضفت كاس الاول السميده، الكاس الاخر غنضيف شويه بشويه. صافي الكاس الاخر ضفت منه عفوا هي النص، ونخلط حتى نشوف. بارك عليهم نزيد. انا واحد المره صابتهم كانت السميده النوعيه مخيره، دخلت لي جوج كيسان ما تشربتش هذه، لا كاس ونص. انتم كتلاحظوا تيجي قوام هكا على هذا الشكل. انتما البنات كي قلت لكم هاد لي مول صغارين، المول الصغار الصغير ديال المول العجيب، داك كاين الكبير وانا خديت هاد الصغيرين، كيجيو فرديين هكا زوينين في طف المنظر وفي التقديم كيجيو راقيين. دابا درت لهم الزبده، دهنتهم الزبده وغبرتهم بالسميده باش ما يسقوش، باش ما يسقليش الخليط ملي يطيب. صافي دابا غادي نبقى نعمرهم، نعمرهم كلهم ونديهم في الفرن. على الطريقة حتى كنساليهم كاملين. هما دابا بعد ما درت الخليط كله في ليمون، غادي ندير الفرانيتيل ونرجعو باش نصاوبو السير باش غادي نسقيوهم، ولاكخيم لي غنديرو فيهم ملي يطيبو. بالنسبة للسيرو البنات، بعد ما درت البسبوسة حتى طيبو جيت نحضر معاكم السيرو. كنديرو فيه كاس ديال السنيدة وجوج كيسان ديال الماء. صافي كنردو كيغلى تطيب، حتى كيغلى واحد شويه يتبخ، اللي كنضيف نعصر عليه تقريبا واحد المعلقه ولا معلقه ونص ديال الحمض ونخليه حتى كيوجد. هانتوما كتلاحظوا البنات البسبوسات هما طابو، مني بسبوسه نتوما كتلاحظوا شكلهم كيجي مذهب وراقيين غزالين شهشش. سقيتهم السيره هما كتلاحظوا راه وجد، سقيتهم كاملين على الشكل. صافي دابا غنخليهم يبردو نمشيو نصاوبو لاكريم باش غنديرو ليهم التزيين ستيبل. بالنسبة لاكريم البنات هاهي غنحضروها، لأن خويت لاكريم شونتي غبرة، ولكن هاد المرة مغاديش سميتو نطلبوها بالحليب أولا بالماء، لا غنطلبوها بمكون آخر وهو الليمون، عصير ديال الليمون. نتوما عصرت أنا دي كاس ديال عصير الليمون، ولكن مغنديروش كله، تقريبا نص كاس، كاس إلا ربع ديال العصير، لأنه دغيا دغيا كطلع بيه، وصدقوني ان المذاق ديالها كيجي مختلف تماما على الكريم شانتي اللي ما في كناكلو اللي كنديرو، كيجي واحد المذاق مختلف بحال اللي كتاكلي سميتو لا كريم ديال تشيز باش كنصاوبو تشيز كيك. نتوما كتلاحظوا البنات لا كريم هي طلعت، ما كتجيش بيضه بزاف بحال الاخرى تاع الحليب. هذيك بكيه طربتها بنص كاس ديال الليمون، نتوما كتلاحظوا ما درتش الكاس كله، يعني نص كاس، ولكن يكون بارد مزيان بحالو بحال الحليب. دابا غنديرها في جيب حلواني ونزين بها بالميني بسبوسة ونرجع لكم الشكل النهائي. بنات ميني بسبوسة ديالنا هما شكلهم النهائي هكا كيكون، كتلاحظوا بعد ما صابت لاكريم في الجيب حلواني زينتو بهذا الشكل، زدت فوقهم شوية ديال الليمون محكوك، درت تزيين بسيط. صافي هنا كتجي نهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم و جربوا هذا الاقتراح، انه كيجي بزاف لذيذ وواحد المذاق اللي مختلف وبسيط، لا في المكونات لا في التحضير. دابا بقى لي نودعكم، نقول لكم شكرا على المتابعه، وما تبخلوش على القناه بالاشتراك والدعم بلي بارطاج ولي لايك، وشكرا والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.